جائحة كورونا فرضت على المصابين عامة والمصابين في قطاع التربية خاصة حجراً منزلياً قد يتجاوز في بعض الأحيان 15 يوماً. فإذا تعلق الأمر بمدير المؤسسة التربوية، هل تعلق الدراسة وتغلق المدرسة؟ كيف يتم التعامل مع الوضع؟ باش منخليوش مؤسسة خالية، لازم علينا تكليفات. هذا واش درنا؟ ساعه التكليفات صعيبه، المديره مسكينه كورونا مريضه، مستشار تربيه مريض، يعني تاطير مريض. احنا علينا ما لازمش تخلي مؤسسه هكذا، ما نغلقوش، نو جامي ما نغلقوش مؤسسه تربويه. درنا التكليفات، مدير اللي راهو تما، جبنا مستشار تربيه اللي راهو في مؤسسه واحده اخرى، يعني نحيناه من المؤسسه تاعها جبناها، يعني لو طون هذيك لا بيريود، المده هذيك وان شاء الله يبراو ويعاودوا يوليو المؤسسه تاعهم. اصابه المسؤول الاول على تسيير المؤسسه التربويه اخلط نظام بعض المؤسسات وفرض على البعض الاخر التسيير الازدواجي. هنا من أجل التكفل بالتسيير الإداري والتربوي والبيداغوجي والمالي لهذه المؤسسة، لأن المديرة الأصلية للمؤسسة مصابة بفيروس كورونا وهي في فترة حجر منزلي، وبقية المؤسسة بدون تسيير. بالتنسيق مع مصالح مديرية التربية تم تكليفي عن طريق مقرر من مديرية التربية بتسيير المؤسسة هذه. كلفت بتسيير مؤسسة عمار سواس نظرا لكون المديرة في عطلة سببها كوفيد 19. كنت مضطرة كمديرة ثانوية نسير الثانويتين لأستطيع أن أنتقل إلى مرحلة انتقالية لوين ما يكونش فيها الضغط الكافي على المؤسستين. كيما نكونش هنا يكون السيد الناظر هو المكلف بتسيير الثانوية. هيك عندي ناظرة 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 مثبتة مرسمة. التسيير بالتكليف مؤقتاً ريثما يعود المدير الأصلي للمؤسسة التربوية هي خطة بديلة لجأت إليها الوصاية في حال ثبوت حالة إصابة بكورونا، خاصة وأن الغلق غير وارد حالياً.